زي ما قلت في رمضان قدمتي مسلسل مهم جدا مع الزعيم عادل إمام عوالم خفية، وتقال كلام كتير جدا، وأنا شخصيا بضم صوتي للكلام ده، إنه شخصيتك في المسلسل هي شخصية سعاد حسني. لا أنا الدور فيه تشابه، بس هو مش سعاد حسني، يعني الدور فنانة اعتزلت اتقتلت بنفس الطريقة، بتكتب مذكراتها، بتكشف فساد الكبار. لا ما حصلش، ما هو ما فيش، يعني سعاد حسني ده ما حصلش عندها، هنا اتقتلت عشان خاطر ده. بتاخد شخصية من الواقع وبتغزلها بخيالك كمؤلف، فتعمل مريم رياض، فاهم قصدي؟ تعامل مع الزعيم عادل إمام وللأسف ما التقطوش في ولا مشهد في المسلسل، فعايز أعرف إحساسك إيه؟ أكيد حزينة جدا، كنت أتمنى أن نلتقي، وبس يكفيني أن اشتغلت في عمل بيحمل اسم الزعيم، وتقابلنا في الكواليس، والحمد لله المسلسل نجح وأنا قدرت أني أنجح في دور مريم رياض، فالحمد لله. يعني جديدك الفترة اللي جاية؟ مفيش بقى أجازة الفترة الجاية كده شوية، لغاية إيه بعد رمضان دايما بيبقى في حالة من السكون كده شوية، وإن شاء الله نختار حاجة جميلة. لكل جمهورك اللي بيحبك ويعشقك من خلال شاشة الشرقية وبرنامج هوليود الشرق، تقولي لهم إيه؟ أقولهم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد، هو فات بس مع وجاي خلاص، يعني إن شاء الله شهر وعيد الأضحى الكبير يجي، وأقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، وأقول يا رب كل أيامنا تبقى أعياد، ويا رب يحقق لنا السلام والأمان في وطننا العربي كله.